عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا، وقبل التفصيل فيها نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. باقتراح من رئيس الجمهورية، مرشح الجزائر الدكتور شريف رحماني ينتخب بالإجماع بصفة عضو في مجموعة الشخصيات البارزة خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. محطة تحلية مياه البحر بعين طايف مكسب حيوي وتموين إضافي بعشرة آلاف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب. ومحطة المرسى ببرج البحر وتيرة متسارعة للتسليم في الآجال المحددة. وفي النشرة، رصد لارتياح المواطن ودعوة لترشيد استهلاك الماء. مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي على رأس وفد هام في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين للاطلاع على أوضاع الصحراويين عن كثب. أطفال إليزي يصنعون أجواء من الحماس والترفيه في المخيم الصيفي ببنكسيلا ببجاية. ومهرجان عين فزة بتلمسان متنفس للعائلات وفسحة للراحة والاسترخاء. أهلا بكم إلى تفاصيل. بداية، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، حيث كتب في حسابه الرسمي على تويتر: عام هجري مبارك لكل الجزائريات والجزائريين، أسأل الله العلي القدير أن يحل العام الجديد على الجزائر بكل خير وسؤدد، دام للجزائر عزها ولشعبها كل المجد. غدا السبت، أول محرم، غرة السنة الهجرية، دلالات دينية عميقة ومحطة هامة في التاريخ الإسلامي. ياسين نقاش. غدا هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1444، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأت تاريخ السنة الهجرية. أما الروح تاريخ الإسلامي أو بداية التاريخ الإسلامي كان على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو الذي أراد أن يجعل هذه الأمة متميزة في تاريخها عن الأمم التي سبقتها من اليهود ومن النصارى وغيرها من الأديان الأخرى السابقة، فجمع كبار الصحابة واستشارهم في اليوم الذي أو الشهر الذي ينبغي أن يكون بداية للتاريخ الإسلامي ويكون مناسبا لأمة الإسلام، فمنهم اقترح ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم اقترح وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر رأى أن يكون بداية التاريخ وبداية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا التاريخ. شهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم التي قال فيها الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. هذا الشهر العظيم شهر الله المحرم الله عز وجل نسبه إليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: شهر الله المحرم، واعتبره خير الأيام، خير شهور وخير الأيام، فهو شهر الله المحرم. وللشهر المحرم فضائل وأحكام وجب على المسلمين اغتنامها واتخاذ السنة النبوية مثالا في اتباعها، من بينها الصيام. يكون فيه من السنن المؤكدة، لأن فيه يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه حينما سأل اليهود ماذا يفعلون في هذا اليوم، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون فنحن نصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. عاشر المحرم يصومها المسلمون كل عام،
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى العام القادم لأصومن التاسعة، فمن السنة أن نصوم التاسع والعاشر من هذا الشهر الكريم. هذا وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت في بيان لها أن غدا السبت هو غرة شهر محرم 2444 هجرية، وأن يوم عاشوراء هو يوم الاثنين العاشر من محرم الموافق للثامن من أوت المقبل. وعليه وضعت الوزارة تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لوضع الزكاة بما يضمن تحصيلها وفق مصارفها الشرعية. في موضوع آخر، وباقتراح من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبالإجماع، انتخب مرشح الجزائر الدكتور شريف رحماني بصفة عضو في مجموعة الشخصيات البارزة بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء خلال القمة الاستثنائية الثانية لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء المنعقدة أمس بتقنية التحضر المرئي عن بعد. انتخاب الدكتور رحماني يضمن حضورا دائما للجزائر في هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي والمكلفة بتقييم إنجازات الدول الأعضاء في مجال الحكم الراشد. تبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإدراج برنامج استعجالي إضافي لتطوير الموارد المائية غير التقليدية وتحسين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، تتسارع وتيرة إنهاء الأشغال في المشاريع طور الإنجاز لتسليمها في أجالها المحددة. نقف اليوم عند محطتي تحلية مياه البحر بعين طايا وبرج البحري مع منى العبديش. من هذا المكان يتم تزويد سكان شرق العاصمة بالمياه الصالحة للشرب. محطة تحلية مياه البحر الباخرة المحطمة مشروع دخل حيز الخدمة منذ أشهر قليلة، إلا أنه استطاع أن يؤمن 10,000 متر مكعب يوميا من هذه المادة الحيوية وبمعايير دولية. هذه المحطة داخلة في المشروع الاستعجالي تاع 150 ألف متر مكعب، الأولى اللي قمنا بإنجازها. قمنا بتوزيع كمية تفوت 1,100,000 متر مكعب حاليا، يعني ملي بدات وهي تمشي لي اوبيراسيونال الحمد لله. سو انجينيرون انرجيتيك انستالاسيون توربو ماشين سبيسياليزي. سوي لابور اسوري لا مارش تاع لا ستاسيون. حنا عندنا زهر لي رانا بارمي لي برومي في هذا الدومين، ان شاء الله نكونوا اجور ونخدموا نافونسي في بلادنا ان شاء الله تكون بين يدينا حنا. وبمحطة المرسى بعين طايا سباق مع الزمن لتسليم المشروع في اجاله المحددة. إمكانيات كبيرة سخرت ومجهودات بذلت ولا تزال تبذل من طرف الجميع. مشروع المرسى هو مشروع تحلية مياه البحر ذو سعة إنتاجية 60,000 متر مكعب في اليوم. معدات يعني ذات تقنية عالية، منها المضخات، منها الممبران أوسموز إنفيرس، لريكوبيراتور دينيرجي. بأيادي جزائرية بحتة الحمد لله قدرنا باش ننجزوا هذا المشروع، ويكون هذا فخر لينا وللجزائر والشباب خاصة. للحظ والشرف للمشاركة في هذا التربص في مشروع كما هذا، محطة تحلية مياه المرسى، اللي خلاني نكتسب هذه الخبرة اللي إن شاء الله ربي قدرنا ونعاونوا بها البلد تاعنا في المشاريع القادمة إن شاء الله. البرنامج الاستعجالي لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بمختلف ولايات الوطن استراتيجية ساهمت وبشكل كبير في تجاوز مشكل شح المياه وتذبذب عملية توزيعها. هي إذن مكاسب هامة تسهم في تحقيق الأمن المائي، شرط أن ترافق بترشيد في الاستهلاك لضمان التزويد بشكل منتظم، لا سيما في فصل الصيف حيث يكثر الطلب. أيده دخول محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة سمح بتعديل برنامج توزيع المياه على بلديات العاصمة وتيبازا، تعديل لاقى استحسان المواطن. العام اللي فات كان نقص، هذا العام الحمد لله الماء كاين. ماناش نشوفوا هذيك الظاهره زعما تاع تبدير فالا، ماناش نشوفوا ام يغسلوا طوموبيل زعما برا
امي سيقو زعما نقولوا برايتو هكذا ماشي يخسروا الماء صافا الماء راهو تجي صباح وعشيه والحمد لله هالعوام اللي فاتوا. هنا بالمركز الهاتفي العملياتي لشركة سيال يتم استقبال شكاوى الزبائن التي تخص التذبذبات في توزيع المياه ثم معالجتها. مقارنة من العام الفارط كان عندنا سجلنا هذا الموسم نتيجة موسم الاصطناف موسم الاصطياف سجلنا انخفاض ملحوظ وذلك راجع للنظام والبلانيك دو ديستريبيسيون اللي قامت به شركة سيال حيث قلت بشكل ملحوظ الشكاوي تاع المواطنين مقارنة العام المفارق. يحتوي مركز المراقبة لشركة سيال أساسا على منصة رقمية يتم من خلالها الاستقبال الآني لجميع المعلومات الخاصة بالمنشآت التي تسيرها شركة سيال، يعني جميع محطات الضخ، محطات معالجة المياه، الخزانات وشبكات التوزيع. هنا حوالي 80% من سكان العاصمة يتم تزويدهم يوميا بالماء الصالح للشرب. على مستوى ولاية بازا تحسن ملحوظ لبرنامج التوزيع وهذا بفضل المشاريع الهامة المنجزة والتي تتمثل بمحطة تحلية مياه البحر ببوسماعيل. تجسيد مشاريع محطة تحلية مياه البحر يضمن توزيعا عادلا لهذا المورد الحيوي ويبقى الحل الدائم في يد المواطن بترشيد استعمالاته. في أنموذج ناجح للاستثمار الفلاحي بولاية تيزي وزو ملبنة للحليب ومشتقاته بطاقة إنتاجية بلغت 10,000 لتر في اليوم، مشروع واعد ذو قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة. يقول الأخضر كعوان. هنا بقرية معشرة بعطوش تمكن هذا الشاب المستثمر من تجسيد حلمه في فتح ملبنة للحليب ومشتقاته وصناعة الأجبان، حيث بلغت طاقة إنتاجه 10,000 لتر يوميا. اليوم يطمح في رفع إنتاجه مستقبلا. دولانا غطات الصحاف كان غيدا كريدي كان ضل كاميونات كان ضل سيتيران بغيدا كريدي ذا مشطوح سيدي ربي إن شاء الله يسمو غريث نخدم ناثف نسي لك كريدينا نخلص نرمبورسي الدولانا نرمبورسي لابونك ونستخدم لي جنا مثلا ماذا دراجة مثلا حدايا نخلى أكثر من 30 خدام من مالغري الضيقه كيني اثنا شويه نسفوا دين ومن زمرت لي زيفور نخدم نطلع فاغ في كناكال يروحنا للمهل تتفلح نعاوني تلملاج دا شو غا الدوسي غا يخدم ندايدس لا تولى الحمد لله اثان يسوسع يخدم دمام اللوزين ونكومونبر. المشروع ذو قيمة اقتصادية وتجارية وفر العديد من مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدة شباب المنطقة. لوزينة كينا سموار ثنا خدمت نوالا نخدم كومونبير ام قرانا مشطوح لا كاباسيتي مقروض نزمر نبرودوي جوسكا 50 مليلتر بار جور بارابور على لي موايان سا بارابور على لي طون كينا لي كونديسيون بارابور على لي ليت فاشين سا الفلاح نو كي نقعد نسوي فكير مي اسيغي نصوب كان نخدم 10000 لتر بار جور. العمل على الرفع من هذا المنتوج رهان ترفعه الملبنة اليوم من خلال زيادة قدرة الإنتاج والمساهمة في تزويد مختلف مناطق الوطن بهذه المادة الهامة. وعندما توظف التكنولوجيا في خدمة الأرض يكسب رهان الموازنة بين الكم والكيف. العينة من حقول الطماطم بولاية الطارف مع ابتسام بجاوي. بعد انقطاعه لمدة 3 سنوات عاد اليوم الوطني للطماطم ليحتفى به للمرة الرابعة بولاية الطارف، وقد كان فرصة للمتدخلين في الشعبة من فلاحين ومحولين لتبادل الخبرات والتجارب. أول حاجة هي أن لي رونكونتر مع لي زونتربريز كل هذه اللي هنا اللي معنا شركة وماذا بينا تانا يوصل للبرودوي يعودوا يشوفوه الناس سواء لي فيزيتار سواء لي كونسيرفيري تانا يديروا علاقات مع بعضهم. انا الشرف ان نشاركوا ونساهموا في المنتوج الوطني ونعتوا المنتوج تاعنا يعني منتوج بلادنا. اقتربنا من مختصين في تطوير البذور الخاصة بالطماطم الصناعية وسألناهم حول آفاق تطويرها بالجزائر. في مشكل كبير في الملتيبليكاسيون تاع لوسموس في العالم. الجزائر بحكم المساحة تاعها الكبيرة قادرة تستغل الفرصة هذه وتصير هي مع الشركات تعامل مع الشركات الكبيرة يصيروا هنا يعملوا عندنا ملتيبليكاسيون تاع لوسموس. والبذور العوض ما يصير نستوردوها نصيروا نغطيه السوق المحلي وإحنا نصدروا البذور.
التأمين أيضا يلعب دورا هاما في الحلقة الإنتاجية للطماطم الصناعية. الفلاح نرافقوه أنه نديروا له تأمين على المحاصيل الفلاحية تاعو، على الطماطم كونتر لو جيل باغ اكزومبل، صبت لاغريل لو سيروكو كي يجي يصرى له ان سينيستر ولا ان ديغا كيما هكا، نعاونوه باش انه يزيد يهز روحه. تصدير المنتوج النهائي اي الطماطم المركزه المعلبه اهم المحاور التي ركز عليها خلال هذا اللقاء. الافاق اللي ننتظرها كذلك من هذا هو التصدير باتجاه الدول المجاوره ودول الافريقيه، اذا عمليه التصدير هي الهدف الاسمى للمساهمه في الاقتصاد الوطني وخلق مدخول من العملة الصعبة. فيه مبادرات 10,000 طن يتم تحويلها يوميا على مستوى الوحدات الصناعية بالطرف، والتي تنتظر إنتاج 5 ملايين قنطار من الطماطم الصناعية هذه السنة. تستأنف سهرة اليوم سهرة مهرجان تمجاد الدولي في طبعته 42 بدخول مجاني ويوم إضافي من عمر المهرجان كإجراءات اتبعت حادثة توقف حفل الافتتاح أمس بسبب العطب التقني الذي أدى إلى التوقف الكامل لأجهزة الصوت. هذا وكشفت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها اليوم فتح تحقيق معمق بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية، معلنة تكليف الديوان الوطني للثقافة والإعلام بالتكفل التام بالجانب التقني للمهرجان ابتداء من سهرة اليوم وإلى غاية نهاية المهرجان. فين أمام هذا العطب؟ هذا اللي كان عطب قد أدى إلى يعني توقيف نهائيا الحفل تاع 28، لكن أنا نطمئن للجمهور، الجمهور التمجادي والباتني والجزائري، أنه اليوم سيكون إعادة لمهرجان تمجاد. ومن باتنا الآن نربط الاتصال مباشرة مع زميل زكريا تهامي. زكريا، كيف هي الأجواء بعد حادثة أمس، وماذا عن انطباعات الجماهير سيما بعد إقرار مجانية الدخول؟ شكرا لك زميلي أسامة. إذن كما سبق وذكرتم، فيما يخص أجواء الجمهور متشوق جدا لحضور حفلات مهرجان تمجاد الدولي. فبعد إقرار مجانية الدخول لمسنا يعني في تصريحات الجماهير جو من الفرح، جو من ربما إلى الاشتياق إلى هذا المسرح، هذا مسرح تمجادي. إذن منذ دقائق يعني بداية وافد جماهير مدينة باتنة وجماهير بعض الولايات المجاورة، وبعد إقرار مجانية الدخول من دون شك سيكون المسرح مكتظا عن آخره. تفاصيل أخرى حول المهرجان وحول سهرة اليوم سنوفيكم بها في نشرتنا اللاحقة. شكرا جزيلا لك الزميل زكريا تهامي، كنت معنا مباشرة من باتنا، ونتمنى سهرات ممتعة للعائلات الجزائرية في هذه الطبعة 42. إلى ملف الصحراء الغربية، حيث شرع اليوم وفد عن مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. زيارة الوفد الذي يقوده مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكو الأديوي مرفوقا بوفد هام من مسؤولي أجهزة صنع السياسات في الاتحاد الإفريقي تهدف إلى الاطلاع عن كثب على تطورات القضية الصحراوية، ويلتقي خلالها بمسؤولين وإطارات سياسية وعسكرية صحراويين لمعاينة بعض المؤسسات والمرافق بالدولة الصحراوية. إلى السياحة الدينية، ومن أبرز المعالم الدينية في الجزائر وإفريقيا المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران، صرح ديني ومعلم حضاري متميز. محمد سلمي. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، هذا هو المسجد القطب عبد الحميد بن باديس بوهران. هندسة معمارية أصيلة نقشتها أنامل من الطراز الرفيع.
صنف مؤخرا بأنه يعتبر معلم سياحي ديني، يعتبر من أفضل المساجد ومن أعظم المساجد التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال. هذا المسجد الحفاظ على المرجعية والحفاظ كذلك على الوسطية، الوسطية في الاعتقاد، الوسطية في العبادة، الوسطية في المعاملة والأخلاق الطيبة. وفضلا عن دوره في حفظ المرجعية الدينية الوسطية، فهو يعد أحد المرافق التي تسهر على تعليم القرآن الكريم لخيرة شباب الأمة ومواصلة مسيرة ما قدمه الأوائل من أبناء هذه المدينة العامرة. خشي الرحمن بغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنا طالب جامعي، أنهيت دراستي الجامعية والتحقت بهذا الجامع من أجل حفظ القرآن الكريم. الحمد لله هذا الصرح الذي يعني نمتاز به في مدينة وهران هو يعني قيمة كبيرة لنا، علينا أن محافظة عليها ونقدر قيمتها. أنا هنا أيضا لحفظ كتاب الله عز وجل ولصنعه للأجيال القادمة. المسجد القطب عبد الحميد بن بديس فضاء للوسطية ومعلم للسياحة الدينية. وتزامنا والعطلة الصيفية يزيد الإقبال على المدارس القرآنية بالمساجد التي تخصص دروسا وجلسات لتحفيظ القرآن الكريم للناشئة وتلقين أحكام تجويده وترتيله. العينة من ورقلة في روبورتاج مصطفى هتهات. منذ بداية اليوم تستقبل المدرسة القرآنية بن الجزري بسعيد عتبة تلاميذها وفق برنامج محدد وبنظام الأفواج، ويتضاعف عدد التلاميذ في فترة العطلة الصيفية التي يحرصون فيها على حفظ كتاب الله بجد ومثابرة. راني في صورة الواقع، دخلت باش نختم ونحفظ القرآن ونجتهد زين. الأستاذ الكريم يلقن لنا الآيات ثم نقرأ بعده بالأحكام والتجويد. اليوم أتممت 4 أحزاب وإن شاء الله سأحفظ القرآن كله. تعلموا مخارج الحروف والصفات، نقرأوا متن تحفة الأطفال ومتن الجزري متن الجزرية. وتخصص المدرسة برنامجا مكثفا خلال فترة الصيف من حيث التوقيت وعدد الحصص بهدف تحقيق أكبر قدر من الحفظ. خلال الفترة الصيفية تستقبل المدرسة الطلبة بأعداد كبيرة بالنظر إلى تفرغهم وأنهم عطلة من الدراسة. يبلغ عدد الطلبة في المدرسة حاليا 837 طالبا، يتم تفويجهم حسب المستويات الدراسية وحسب السن وحسب قدراتهم على الحفظ. ويعتمد المدرسون على طريقة التلقين والتكرار الجماعي لتحفيظ التلاميذ نظرا لأهميتها في تصحيح مخارج الحروف وصفاتها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل أستاذ ملزم في نهاية مثلا فترة الصائفة بالوصول إلى حد معين من عدد الأحزاب، طبعا زائد الإتقان والحفظ الجيد للجزء المزمع على حفظه طيلة هذه الفترة. وتعد هذه المدرسة القرآنية واحدة من بين العديد من المدارس والمساجد بورقلة التي يرتادها التلاميذ من الذكور والإناث ومن مختلف الأعمار لحفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته. ومن أطفالنا نوابغ. حكيم بالواد وزميله هني وليد تمكنا من جزائريان شابان أهديا الجزائر فخرا من ألمانيا بعد تتويجهما خلال منافسات كأس العالم للحساب الذهني. مراد عبروس. حكيم بالواد ووليد هني شابان من تيارة وبقدرات عالية تمكن من تمثيل الجزائر في الطبعة 9 لكأس العالم للحساب الذهني بألمانيا ومجابهة عمالقة هذا الاختصاص. في آخر مشاركة، الحمد لله ثاني مشاركة لي في كأس العالم في 2018، كنت حصلت على التخصص تاعي اللي هو حساب اليوم موافق، تعطوني اون دات دو نيسونس بطريقة حسابية وبسرعة نجيب لكم لا دات اسكو حد ولا اثنين او ثلاثاء او اربعاء. كنت حطمت الرقم الإفريقي والعربي عدة مرات وللخطر الحمد لله تحصلت على برونزية في هذا التخصص. بطموح لا حدود له يأمل البطل وليد هني في تحقيق ألقاب عالمية في قادم المنافسات الدولية. ظننا الناس وأبطال داخلين في كتاب جينيس الأرقام القياسية. أبرز إنجاز لي كان في 2018 في بطولة تركيا مفتوحة، حصلت على 3 كؤوس، شاركنا في كأس العالم
الحساب الذهني أقوى بطولة عالمية للحساب الذهني. بالتوفيق من الله عز وجل قدرت نتحصل على المرتبة الثامنة عالميا، وحكيم بالواد قدر يتحصل على المرتبة الثالثة عالميا. وإلى جانب المشاركات العالمية، يعمل البطلان على تكوين الفئات الصغرى لدخول عالم المنافسة. ومتابعة للأجواء التي يصنعها فوج الأطفال القادم من ولاية إليزي في المخيم الصيفي ببنكسيلا ببجاية، رصدت كاميرا تلفزيون استمتاعا بالسباحة ومتعة في التأمل. ملك درحمون. هكذا هي الأجواء بمخيم بنكسيلا، أطفال يغنون ويحتفلون مع الأيام الأولى لهم هنا بلؤلؤات الشرق الجزائري بجاية، وسط أجواء حماسية تبرز بهجتهم. جينا من ولاية إليزي، جينا لبجاية وشفناها مليحة، جاي رحنا للبحر، حوسنا ياسر، عجبني البحر، الماكلة كلش مليح. جينا هنا لولاية بجاية باش نحوسوا ونسبحوا. كما كان المخيم فرصة للأطفال لزيارة مرسى بنكسيلا واكتشاف أهم المعالم الموجودة بالمنطقة. نستقبل حوالي 1300 طفل خلال فترات وفترات الاستياف، حيث كل فترة تحتوي على 12 يوم، يتغير تعداد من مختلف الولايات الوطن، وخاصة ولاية الوطن الجنوب الوطن الكبير. نوفر لهم كل ظروف الإقامة الجيدة مع عديد النشاطات التربوية والثقافية. جينا هنا إن شاء الله باش نوقفوا مع الأطفال ونفرحوا بالأطفال ويفرحوا بينا، الحاجة اللي تخصهم نوفروها لهم إن شاء الله. هذا ومن المرتقب أن يتواصل توافد الأطفال على مركز بنكسيلا من مختلف مناطق الوطن إلى غاية انتهاء موسم الاصطياف. وبعيدا عن صخب المدينة، تتجه العائلات إلى الشواطئ للراحة والاسترخاء. المتابعة مع حفصة جاني. هو فضاء يجمع بين زرقة المياه والرمال الذهبية، يرتاد إليه الزائرون من مختلف ولايات الوطن للتمتع بالبحر مع عائلاتهم وأصدقائهم. جيت من المنيعة وجيت مع المدام وبناتي، هادو ثلاثة ومحترم، ما كانش مشكل، ما كانش طوايش والدولة واقفة. عجبنا الحال، شط محترم ونظيف ومحروس. نجوزوا لي فاكونس لهنا ورانا نعومو، جيت انا وبابا وجيت مع وليد عمي وجيت مع اختي، جينا كاع مع العائله تاعنا. من الزائرين من يفضل السباحه والتسفع، ومنهم ايضا من يفضل الذهاب في جوله في قوارب النزهه للتمتع بمناظر البحر، او حتى من يقضي وقته في اللعب. عمنا كنا البابو رحنا به، وي هذا الشاطئ الله يبارك. هذا المكان يعجبني، فيه بزاف لا سيكوريتي، فيه النظافه، نظيف. بروقي سخانة بزاف اليوم، جينا اليوم نهار لها هنا في زيراد دار، هي الله يبارك. هي وجهة تستقطب المصطفين في ظروف ملائمة للعائلات لقضاء اوقات ممتعة بعيدا عن صخب المدينة. ونختم مشاهدينا من تلمسان، حيث أجواء الاستجمام لا تختلف عن العاصمة وبجاية. مهرجان عين فزة فضاء مخصص للأطفال والعائلات، متنفس وفسحة للراحة والاسترخاء. عبد الجبار بن يحيى. المكان عين الصخرة في بلدية عين فزة بتلمسان. المناسبة مهرجان شعبي للاحتفاء بالعائلات والأطفال. مبادرة جميلة، كي تشوف العائلات والأطفال فرحوا بزاف من داك، هادي شحال ما حضرناش حفلات هكا، نتمنى إن شاء الله تتواصل هذه الحفلات. هذا الفضاء الأخضر يحتضن اليوم المهرجان الشعبي كتقليد دوري للقاء، فيه يستمتع الأطفال بالأنشطة الترفيهية وتستريح العائلات من ضجيج المدينة. تشجيع السياحة على مستوى بلدية عين فزة اللي تسخر بهذا المكان، لهم كل الحظ لأنه تتواجد هذه المنطقة التي تدعى بعين الصخرة. يدخل في إطار التشجيع
للسياحة في المنطقة وتشجيع للثقافة، زرع كل حاجة شابة غادي نزرعوها في المناطق. يأتي المهرجان كفرصة لتكريم الفنانين المبدعين. الحمد لله كراني هنا في عين نفزة، اللي فرحوني وتفكروني وعيطولي كرموني بارك الله فيهم يعطيهم الصحة. مكان رائع، كاين مناطق سياحية طبيعية اللي يقدر الإنسان يزورها ويشوفها، كاين لي غروت، كاين معالم أثرية. من هذا المنبر أدعو ساكنة ولاية تلمسان وساكنة ولايات الوطن أن يتوافدوا على ولايتنا وبلديتنا المضيافة بلدية عين فزة. هكذا هي مدينة تلمسان، مضيافة ترحب بالزائرين من كل مكان لقضاء أجمل الأوقات في حضرة الطبيعة البهية الخلابة. صلنا إلى الختام مشاهدينا، لا تذكر بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة. باقتراح من رئيس الجمهورية، مرشح الجزائر الدكتور شريف رحماني ينتخب بالإجماع بصفة عضو في مجموعة الشخصيات البارزة خلال القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. محطة تحلية مياه البحر بعين طايا مكسب حيوي وتموين إضافي بعشرة آلاف متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب. ومحطة المرسى ببرج البحر وتيرة متسارعة للتسليم في الآجال المحددة. وفي النشرة رصد لارتياح المواطن ودعوة لترشيد استهلاك الماء. مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على رأس وفد هام في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين للاطلاع على أوضاع الصحراويين عن كثب. وتابعنا أطفال إليزي يصنعون أجواء من الحماس والترفيه في المخيم الصيفي بابن كسيلة ببجاية. ومهرجان عين فزة بتلمسان متنفس للعائلات وفسحة للراحة والاسترخاء. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله. شكرا لكم، سلام الله عليكم.